لا، بداية مباراة البطولة الأفريقية طبعا اللعيبة لسه بتتعرف، وأنا ما كانش عندي أي معلومات على الفريق الكونغولي، فاكتشفنا طبعا كل حاجة من خلال المباراة. ولادنا طبعا في الشوط الأول لسه البداية، وطبعا المباراة الساعة 10 الصبح، وأنت عارف اللعيبة بتاعنا يعني إن شاء الله بيناموا بدري كلهم، فكده لسه الأمور بالنسبة لهم مش مظبوطة. بدأنا نظبط في الشوط الثاني، بدأ كل اللعيبة لعيبة كل الناس استعداد طبعا للماتشات اللي جاية، الماتشات القوية إن شاء الله، وإحنا بأمر الله كده حاطين عينينا إن شاء الله بأمر الله، وجايين على المربع الذهبي، وبأمر الله نروح لأبعد من المربع الذهبي إن شاء الله في البطولة. فريق هليوبلس الفترات السابقة بيعود بقوة في المنافسات في مختلف البطولات، اشتغلتوا على الجزئية دي إزاي؟ والله الحمد لله إحنا عندنا سياسة في فرقة هليوبلس، إحنا بنشتغل على الأعمار الصغيرة، اشتغل على مواليد 98، كان معانا كتير جدا من 98، معانا من 96. بنعتمد على السرعة، بنعتمد على القوة، الناس هو دلوقتي المستقبل للعيب الصغير، تقدر بتثقله بقى بالخبرة من خلال المباريات. فأنت لو عندك لعيب عنده خبرة وعنده بعد كده طبعا بيكتسب أمور الفنية كتير، فهتلاقي لعيب طبعا على مستوى عالي، وهو المستقبل للولاد الصغيرين اللي هم جايين، ربنا يكرمهم في خلال سنه او اتنين يبقوا من احسن لعيبه مصر يعني. وانا متفائل بفرقه هليوبلس ان شاء الله، كده الفترات اللي جايه باذن الله هنلاقي فرقه قويه هتنافس على بطوله الدوري من خلال الاعمار اللي احنا بنتكلم عليها، من خلال اللعيبه اللي تم اختيارها بعنايه، اللعيبه عندهم هدف، كل واحد فيهم حاطط قدامه اللي هو يبقى لعيب كويس. عندنا حراسه مرمى كويسه في كل مركز، الحمد لله عندنا لعيبه كويسين، ينقصهم يعني بس خبره المباريات، وده اللي هيكتسبوه في الفترة اللي جاية. ممكن يهمنا نكسب أول ماتش ده ونكسب فرق سكور كمان عشان نحضر للبطولة لبقية الماتشات كويس، ونثبت إن إحنا فرقة تستحق إن هي تلعب على الفاينل إن شاء الله. وإحنا طموحنا إن شاء الله إن إحنا نوصل للفاينل ونكسبه، طموحنا نكسب البطولة دي إن شاء الله. شكل المنافسة في البطولة شايفها إزاي؟ هي قوية، الفرق اللي من أفريقيا الفرق دي بتبقى يعني فنياتها قليلة شوية، بس في نفس الوقت أجسامهم كبيرة وأقوية، بيلعبوا جامد، فما ينفعش اللي هو نستهتر بيهم، ما ينفعش اللي هو نعتبر إن إحنا جايين فسحة ولا حاجة. لا، إحنا بنلعب جامد، بنلعب بنطلع كل حاجة عندنا، بنحاول نجيب آخرنا عشان نكسب ونكسب كويس، عشان هي مش فرق سهلة يعني، هم عندهم شوية هندبول صغير يعني. احنا الحمد لله مستعدين كويس للبطوله يعني، وهي طبيعه الماتشات الافريقيه دي بتتميز بالقوه والعنف، مش بيبقى عندهم فنيات عاليه قوي، فاحنا لعبنا على الحته دي ان احنا بنلعب مثلا دفاع عالي عشان نقطع كور ونعرف نجيب فرق كبير. والحمد لله يعني احنا المفروض مصر والمغرب وشمال افريقيا يعني كعبهم عالي على الدول الافريقيه في الهاندبول يعني. طموحك واصل لحد فين خلال البطوله؟ والله احنا ده يعني اي بطوله بنخشها يعني، احنا كنا في الدوري بنلعب من السته اللي فوق، وطموحنا ان شاء الله ان احنا نجيب ميداليه، وطموحنا في افريقيا ان شاء الله ان احنا نوصل للنهائي. ويعني الموضوع ان شاء الله مش سهل يعني، لو طلعنا اول مجموعه وربنا وفقنا في دور الثمانيه، طبعا ماتشات دور الاربعه دي بتبقى حاجه تانية، ليها حسابات تانية خالص، لما نوصل لها ان شاء الله نبقى نتكلم فيها يعني. طبعا ماتش النهارده يعني لسه طبعا احنا ماتش الساعه 10، لسه الفرقه طبعا مش اجمد حاجه، احنا برضو جايين مستعدين باصين لقدام، الفرقه بتاعتنا مستعده كويس، طبعا الفرقه بتاعت الكونغو مش اجمد حاجه، في احسن من كده طبعا لسه، بس لسه الماتشات الجامده يعني هتبقى في الدور من دور الثمانيه، فان شاء الله بالتوفيق يعني. اصعب الفرق اللي انت شايفها ممكن تواجهها خلال البطوله مين؟ طبعا اصعب الفرق هتبقى الفرقه العربيه يعني، هي الاصعب عشان الفرقه العربيه بتلعب هاندبول احسن طبعا، الفرق الافريقيه مش قوي لسه الهاندبول ما وصل لهمش قوي، فهي طبعا الفرقه العربيه وداد سماره والاتحاد الليبي والاهلي طبعا ونادي سبورتنج يعني. احنا الاول بطوله افريقيا دي يعني بالنسبه لنا احنا بنجهز لها من اول السيزون خالص يعني، حتى ماتشات الدوري الاخيره دي كانت اعداد لينا لبطوله افريقيا. النهارده اول ماتش يعني واحده واحده بنبدا الريتم بيبتدي يعلى واحده واحده، النهارده الاداء ما كانش كويس قوي، بس يعني احنا مظبطين وفي سيستم ماشيين عليه ان شاء الله ان احنا يعني عايزين نوصل سيمي فاينال باذن الله. المباريات اللي بتبقى الصبح قوي دي الساعه 10 الصبح ده بيأثر عليكم، خصوصا ان احنا في مصر هنا مش متعودين ان نلعب مباريات رسميه الصبح بدري قوي الساعه 10 الصبح. بص كده كده بتأثر، خصوصا كمان ان احنا عرفنا ان الماتش الساعه 10 الساعه 12 بالليل يعني، هو الماتش اصلا كان مكتوب في الجدول 1:30، فيعني النهارده كلنا كنا تعبانين، الشوط الاولاني كنا لسه بنبتدي نصحى من النوم، فيعني الاداء حتى هتلاقيه فرق من الشوط الاولاني والشوط الثاني، بس يعني لازم يعني نتحط تحت اي ظروف، هي بطوله معروف بطوله افريقيا بتلعب فيها الصبح وبعد الظهر عادي، فلازم نتحط تحت اي ظروف يعني تحت اي ضغط. بتطمحوا ان انتوا توصلوا لحد فين في البطوله؟ لا يعني هدفنا ان احنا نوصل فاينل ان شاء الله،
يعني احنا فرقه زي اي فرقه موجوده في البطوله، يمكن احنا عناصرنا كلها يعني ناس صغيرين وشباب، ناقصنا شويه خبره بس يعني بنكتسبها من الاحتكاك واللعب، بس احنا يعني التارجت بتاعنا ان احنا نوصل فاينل ان شاء الله وناخد ميداليه يعني. ده كان